مفاهيم يابانية غريبة عن الجمال. على الرغم من تصدر اليابان لقوائم التطور التكنولوجي والاختراعات، إلا أنها تنفرد عن غيرها من الدول ببعض العادات والمفاهيم الغريبة عندما يتعلق الأمر بالجمال. إليكم مفاهيم يابانية غريبة ومريبة حول الجمال واختراعات كان الهدف منها الوصول إلى الجمال المثالي. قناع الحلزون للوجه، أحد أكثر تقنيات العناية بالبشرة انتشارا في اليابان، وهي قناع الحلزون، حيث توضع الحلزونات على الوجه وتترك حرة الحركة تاركة خلفها مادة لزجة يعتقد أنها سبب في الجمال ونضارة البشرة. عدسات هيلو كيتي، الكثير من الفتيات يلجأن لاستعمال عدسات العينين للحصول على مظهر مختلف وجذاب. مع ذلك برز اتجاه جمالي غريب في اليابان عبر استعمال عدسات غير طبية رسم عليها شخصية هيلو كيتي العدسة. وعلى الرغم من انتشارها، إلا أنها ارتبطت بالعديد من آلام والتهابات العينين وتسببت في تلف دائم بالعين لمن داوموا على ارتدائها. حزام الابتسامة المثالية، من أحد التقنيات التي ظهرت حديثا للحصول على الابتسامة المثالية كان حزام كاغو الذي روج له بأنه يعمل على شد الجلد حول الخدين والفك دون الحاجة لإجراء عملية جراحية. قناع فضلات الطيور، في وقت سابق من عام 2015 اعتمدت صالونات التجميل في اليابان قناعا جديدا لعلاج البشرة مصنوع بشكل أساسي مما تسقطه الطيور من الجو، ويصل تكلفة هذا القناع إلى $250 فقط من أجل وضع فضلات الطيور على الوجه. محسن حجم الشفاه، هل تذكر تحدي شفاه كيليجينار الذي عاد بنتائج وخيمة على العديد من الفتيات حتى أصبح مثيرا للسخرية؟ بالنسبة لليابان لم يكن هذا الاختبار مثيرا للسخرية، بل كان ملهما لصناعة آلة جديدة تستعمل لتكبير الشفاه دون الحاجة للعلاج الجراحي. جهاز استقامة الأنف، اختراع آخر من اختراعات اليابان المجنونة، وهو جهاز هاناتسون لاستقامة الأنف. فكما روج للجهاز فهو يقوم بجعل عظام الأنف أكثر طولا واستقامة وحدة. جهاز تجميل الصوت، من أجل تحقيق صوت جميل متكامل تم اختراع هذا الجهاز الذي يساعد على التنفس بعمق وفتح الممرات الصوتية لتحقيق صوت أقوى وأجمل كما روج له. جراحة توسيع العين، من أكثر الجراحات التجميلية شهرة في اليابان هي جراحة توسيع العينين للوصول إلى شكل العيون الصينية والكورية. آذان القطط، قد يبدو ارتداء آذان القطط أمرا ممتعا وجميلا، لكن في اليابان الأمر يختلف، حيث برز اتجاه جديد عرف باسم نيكوميمي برين ويف لارتداء آذان القطط المتحركة وفقا للمشاعر، حيث تختلف حركة الآذان وفقا للمشاعر والعواطف المسيطرة على الشخص الذي يرتديها من الملل للحزن أو السعادة، وبهذا سيعرف الناس ما تشعرون به دون الحاجة على الإفصاح بها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لقناة متاجئناك.